أنا الطالبة فاطمة إبراهيم، أنا من سوريا. نحن أطفال سوريا، نحن انقصفنا ودمرت مدارسنا على إيد بوتين. نحن من داخل الشمال السوري، ساعتنا عايشين ببلدنا من قلب الشعب السوري. نحن معكم ومع الشعب الأوكراني. أنا مجد هامو، صحفي سوري مقيم في مدينة إدلب. كما تشاهدون خلفي تماماً الأبنية المدمرة التي قامت الطائرات الروسية التابعة للمجرم بوتين بقصفها. الرابط المشترك بيننا وبين الشعب الأوكراني أن ما حصل في سوريا يحصل الآن داخل أوكرانيا.